لما جات مجرمة لها تبي تاخذ الطفل، قالت لها في وسخ على راس ولدك، ايش رايك انظفه لك؟ فالام يعني بطبيعتها قالت لا، وين الوسخ خلنا نشوف. قامت يعني تسال، قالت هنا. قالت اوكي ما في مشكله خذيه، بس اهم شيء انتبهي له. خذت الولد وجوها الممرضات وجوها مدير المستشفى، قال لها ترى الولد انخطف. موسى، أنا نايف، نايف مولد الظاهر في 93، أنا في 96، وموسى في 98 أو 99. أنا لما انولدت كان اسمي محمد، أمي سمتني محمد، ولما انخطفت الخاطف سماني علي. سميتك علي علشان الله سبحانه وتعالى يعلي قدرك، الله يكرمكم، من الزبالة، لأني أنا لقيتك في الزبالة، تحت الزبالة، أنا ما خطفتك، هذا كلام الخاطف. والحين اسمي يوسف، ما في إنسان عنده ثلاثة أسماء بس. نعمة، أنا كنت في مكان يعني يعتبر مستنقع، كلن يبغى يعني يمزقني. أنا كانت عندي شغف في الحياة، كان عندي شغف في أكثر من شيء، فجأة الشغف قاعد ينشك، الشغف ينشك، الشغف ينشك. لما راح كل هذا الشغف رجعت لأهلي. قبل 20 سنة تقريبا حصلت عملية اختطاف في الدمام. الأبناء المخطوفين هم يوسف وموسى ونايف، عاشوا طفولتهم وراهقتهم على أنهم إخوان. الفرق بينهم وبين الآخرين اللي بعمرهم أنهم ما دخلوا مدرسة لأن ما عندهم أوراق رسمية. هذا الشيء خلاهم يشكوا ويبدأوا مرحلة من البحث المستمر، حتى توصلوا لاحقا وعرفوا أنهم ترى عايشين في بيت ما هو بيتهم، ومع عائلة ما هي بعائلتهم. وبعد محاولات طويلة رجعوا لأهاليهم الحقيقيين. يوسف وموسى ونايف عاشوا في نفس البيئة لأكثر من 20 سنة، في نفس البيت ومع نفس العائلة. ولكن هل هذا يعني أن شخصيتهم بتكون متشابهة؟ أو لا والله كل واحد له شخصية مختلفة؟ هنا يتولد سؤال كبير، وش اللي حدد شخصيتنا؟ هل هي البيئة اللي احنا عايشين فيها؟ أو لا والله الجينات اللي نورثها من الأب والأم؟ خليني أقول لك حاجة، مضرب مثل لحالة رأيتها، لحالة توحد لناس أعمارهم في 50، عند عائلتين، عائلة مستواها التعليمي عالي وعائلة مستواها التعليمي متوسط. وأنا أعرف الآن أنها حالة توحد غير مشخص، لأنهم كبار في 50ات و60ات، قبله ما عندنا كان تشخيص للتوحد. في العائلة الأكثر تعليما الرجل المصاب متزوج ولديه أولاد وحالته مستقرة. الحالة باء اللي ما كان عندهم الحقيقة يعني تعامل مناسب مع حالته، الرجل حالته جدا سيئة، غير متزوج، منعزل تماما، لم يستطيع أن يكون رجل فاعل في مجتمعه. وتأثير البيئة علينا واضح بشكل كبير في المجتمعات أكثر من الأفراد، وهذا التأثير واضح في ألوان بشرتهم وشعرهم، في طولهم وضخامة أجسامهم، وكل هذا نتيجة تأثير البيئة عليهم لمئات الآلاف من السنين. التأثير اللي يخلي المجتمع كله يشترك بأشكال واضحة تقدر تشوفها وتكون متأكد منها. ولكن تأثير البيئة على المجتمعات ما يقتصر فقط على الشكل والمظهر الخارجي. العرب يتصفوا بصفتين أعلى من الكل، وهي الكرم والأنفة. أعتقد أنها منبثقة أساساً من بيئتنا الجافة، البيئة القاحلة، البيئة القليلة الموارد تجعل من الكرم له واقع كبير. عندما الشخص في أي بلد كان، يعني كان في نهر وأشجار، إذا طرق الباب على أحد وما فتح له بيروح يصيد من النهر ويأكل.
لكن عندما يطرق الباب إنسان في الجزيرة العربية في السابق أو يعني يقرأ يعني يأتي الضيف ولا يقرأ، كارثة. لكن فيه بعض الأمثلة قوية جدا، فيه جين متعلق بما يسمى novelty seeking، يسمونه novelty seeking جين. هذا الإنسان اللي عندهم فضول وعندهم inquisition وعندهم تساؤلات جدا مؤثر بجين معين موجود، وهذا يقتضي سلوك مختلف، يقتضي فضول، يقتضي بحث، يقتضي جلد. هل كل الصفات تنطلق من هذا الجين؟ لا، لكن هذا مثال واضح وجلي أنه قد يكون هناك سلوك تأثر بشكل كبير من الجينات. تنويه بسيط، أنا صوتي عالي فإذا هذا قول قصر صوتك. لا 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 تقصر. يعني هذه أحد القصص اللي صارت، أن أمي دخلت يعني تجيب الأغراض عشان أبوي المجلس يضيف ضيوفه مع عائلته أخوانه، تسمع صراخ، وش السالفة؟ راحت لأم أبوي لجدتي قالت لا ترى قاعد يتهاوشون، يعني شلون؟ قالت لا قاعد يسولفون. والله هذا إذا كذا سوالف، أنا سمعت السالفة قمت أضحك، يعني لما تذكرت أن أنا نفس الشيء. مثلا أكون بين 15 شخص أو 20 شخص بحس بقروشة، مو هذا التقليل في الضيوف اللي بيجونا أو اللي بنروح لهم، لكن حس بقروشة، والشيء هذا موجود في أخواني كلهم حتى في أبوي، أن ما نحب القروشة أو الإزعاج. أنا أقدر أقول بكل ثقة أنه أي ظاهرة أو ما يسمى تريت إنسانية يكون تحتها أو وراءها نسبة من التركيبة الوراثية والدافع الوراثي. لكن تقدر تقول أنه والله هؤلاء يتصفون بصفة معينة نتيجة كونهم مجتمع وراثي، مجتمع وراثي مستقل؟ تستطيع أنك تقول والله هؤلاء الناس حادي طبع، تقدر تقول أن هؤلاء الناس ثملين هادئين. عند موسى ويوسف هذا الاستنتاج واضح، مع أنهم عاشوا مع بعض 20 سنة وفوق، إلا أن جيناتهم تختلف لأنهم مو أخوان في النهاية. بعد ما رجعوا لأهاليهم اكتشفوا أنهم يشبهوا أخوانهم الأشقاء أكثر، بالرغم أنهم بعيدين عنهم وفي بيئة مختلفة تماما عليهم، إلا أنهم اشتركوا معهم بسلوكيات كثيرة. صرت أشوف فيهم أشياء فيني أنا، يحبوا الأكل أنا أحبه السبايسي، الأكل الحار. الأخوان اللي كنت عايش معهم اللي هم موسى ونايف ما أتذكر أنهم كانوا يحبون الأكل الحار، فأنا أشوف طلال وصالح حتى طراد يحبون الأكل الحار، يعني نفس الدرجة اللي أنا أحبها. أشوف عنادي فيهم أقعد أضحك، أشوف عصبيتي فيهم أقعد أضحك. مرة من المرات أخوي شرالي مكتب، سألته يعني من باب الفضول بكام، والرجال قاعد يشيل معاي وأنا قاعد أشيله معاه، فالرجال كان تعبان قال هذا وقته، هذا ما وقته. قمت أطالع فيه وقاعد أضحك مستأنس. واضح أن البيئة قادرة على تكوين شخصيات معينة فينا، والجينات بعد تقدر تكون شخصيتنا وتأثر عليها. برجع لسؤال البداية، كيف نعرف فعلا مين المسؤول عن شخصياتنا وسلوكياتنا كبشر، بيئتنا أو جيناتنا؟ زبدة الكلام هي مزيج ما بين اثنين، قد يكون في بعض الأحيان في حالة ألف البيئة أكثر من الوراثة، في حالة باء الوراثة أكثر من البيئة، ما نستطيع أن نعمم. Thank you.